يا سلام، اوه ماي جاد، الخصم الحلو شو معناه؟ انا شايف الفالنتاين قرب والحب ما حب، يا سلام هاي شنو؟ اوكي هلو، طيبين كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام. جيناكم يوم حلقة جديد، حلقة شو؟ لا شباب انا مش بي لا خلي وضع ريلاكس، جيناكم مقطع جديد يا سطير من هذا الحدث اللوز. سو طيبين ليديز اند جنتلمان، ما ادري شايفين اليوم نجيب هذا الحاول احسن هذا السكن تمام. هون الصراحة هذا الحدث أول مرة بشوفه، قلت الحين لازم أصور هذا الحدث لأنه شايفه غريب عجيب يعني، وفي خصومات كثير على اليمين وكثير من الأشياء. أوكي هون عندنا أول لفة يا طيبين، أول لفة، أول لفة تسعة تمام. أوكي أوكي لا يا شيخ، أها أوه القلب راح على 60 يا لا خصم 60 راح علينا هيك يا شباب، كنا نصبر كانت بدنا نخصم يا الله. اوكي اوكي معناتها ايديهم اوكي اوه اوكي صندوق العطله تمام. بدنا نخصم خفيف، هذول ما بدهم ايوه حلو خصم، هذا حلو بدنا نخصم يكون خفيف مشان اذا وصلنا لاخر لفه فهمتوا علي شلون؟ يعني ما نصرف كثير. اوكي برو هات لي اوه نو صندوق غنائم المافيا تنين، اوكي مافيا وتنين حبيبي والله 50% حلو 24 تمام. لا والله لو كان طلع ذاك وال20 كان يعني ماشي الحال افضل. يلا معلش الحمد لله ما في احسن. اوه 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 يا اخي ما اخي هي دخلت، هي دويرات المربعات دخلت ما بعرف وين عم بتروح صراحه. اوكي القلب راح ياخذنا القلب ال40 اوكي اوكي الخصم 40 هات لنضرب لهون ايوه ديم ديم او نو شدقن تمام عم يلف الجميل 20 هذا اوه حلو. ثواني يا شباب بدنا نعمل تكتيك. اوكي كم واحد باقي؟ 1 2 3 4 والخصومات اللي باقيين اصبر نشوف. ايوه هيك احسن. الخصومات الباقيين يا شباب باقي خصم 80% و 30% واستخدمنا ال 20% اوكي وال 75 اوكي اوكي معناتها لازم نصبر شوي عشان اصبر ايوه خلينا نلف اوكي 160 معقول يطلع لي سكين؟ ما طلع طلع سكين اوكي هات لي شو بدنا خصم حلو بدنا خصم حلو خصم حلو خصم 30% حبيب والله كانك لا ما بدنا معلم ما بدنا الخصومات التعبانه يلا معلش اعطونا هون 42 يلا اوكي خلينا نلف هون نشوف بسم الله ايوه وسكين يا زلمه شو هالقرف يا زلمه اعطونا سكين لو اوكي هذا شوف شو بيعطينا هذا 80 حلو اعطانا 85 يعني راح تكلف اللفه 100 جوهره اوه والله حلو تمام نجي لهون نعمل ليك اوكي كم باقي ختمين؟ اوه لا والله حلو لا لا والله يا شباب شباب حلو حلو وطلعنا السكين ب 100 جوهره ويل هاي حصلت على السكين شباب ب 99 جوهره ابدا لا لا مو بجوهره 99 جوهره ب 99 جوهره والله شيء باللوز لا كان في خصم اكثر وكم كان الخصم؟ اول حتى في وين خصم؟ اوه هي شوي هذا العطر هذا شوي قنبله يلا نجيب القنبله معلش اوكي يا سلام اوكي وصلت ما اعرف كم كان عندي جواهر كان عندي يمكن كمية يعني يمكن صرفت 100 جوهر هذا بس ولكن حصلت على سكين ب 100 جوهر لا السكين هو جبته ب 100 جوهر يا جماعه حلو شيء كثير حلو اوكي انا ندخل نشوف هذا السكين عليه شو وضعه اوه ماله القرد معلم القرد شبيك مالك ركزوا على القرد معلم ايش بالك القرد معلم ليش ايش في مبسوط يهديك ربي يا مواطن اوكي خلينا نرجع القصدي نفتح هذا السكين نشوف شو وضعه معلم هذا السكين اوكي لا بدنا الحزمه هاي اوكي نفتح هذه الحزمه تمام اوكي السكين معلم عنده شعرات زهريه اوكي بيطلع شيء من ورا تمام هذا شوف واحده حبه حبه لا 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 هيك ايوه اوكي اوكي حزات تمام اوكي خلينا نفتح لنشوف اوكي فتحنا من ورا نجي نعمل التزويد وحسنا اوه شو هي قلب تمام نفس الوقت نروح نشوف هذيك القنبله اللي حصلت عليها كمان في شعر في حطيتها على القنبله او ايوه هي هي اوه يا سلام قلبه ما قلب الله الله عليك الله الله خلونا ندخل نشوف اوكي يا جماعه الصراحه انا صار لي زمان ما لعبنا زيب الوحيد رح نلعب زيب الوحيد ليتس جو اوكي بسم الله طبعا شباب صار لي فتره كثير ما بلعب صراحه هذه الفتره الاخيره كثير كثير مشغول يا جماعه اوكي اوه هذا جاب جاب اوه سنايبر قول لي تفوني يا جماعه صاير اوه صار سكي ماشي شيء السلام عليكم هلا والله بالزين اوه نايس نعطيه قلب نعطيه قلب والله يعني حركاتي لساتها يعني لساتها على حاله اوكي اوكي والله يا جماعه يعني
خلاص الفري فاير معلم يعني اللاعب فري فاير ما ممكن يعني مستوى يعني ممكن مستوى ينزل شوي بس ولكن لا صار لي فترة ما يلعب انا فري فاير معلم هيك بجيب هالضربة هيك يوم هيك شوت مو طبيعي ووهو والله باللوز هي هي واو حبيبي والله مسكين يا زلمة راسه راح هي I'm so sorry bro. يلا نشوف نيجي له. أي واحد أنا. السلام عليكم. أي علقت اللعبة عندي يا جماعة. تقول يا شماعة صار عندي drop FPS. علقت اللعبة عندي. لا تشوف البينج هيك معلم بس صار عندي تهنيش باللعبة. علقت ما بعرف شو صار لفجأة. أوكي بلعنا معلم. المهم يلا. والله صاحبنا معلم بده ياخذ بالتار شكله. السلام عليكم. ملقلك. شو كيف ملقلك؟ ملقلك يخرب بيتك. خرب بيتك شو حبيتك او الشباب طولي بالك معلم ايه روي يا اخي شو عم يصير هون هاي جايز والله كفو الله كيف كانت الهدف خمسة كانت مو هيك اوكي تمام هاتلك شو نشتري معلم اشتري صديقي اشتري يا برو اشتري اوه شوفوا شو معلم عنده بوسي وكذا ونبض قلب وحركات وبركات يا السلام هاي شنو تعال اوكي صح والله ملاحظ اللعبة صايرة خفيفة ولا هيك شيء صايرة معي ولا هيك عم بحس مرات يا زلمة قال اسكت يا زلمة هذا بقول اللعبة خفيفة وما اعرف شو يا زلمة خفيفة شو يا زلمة بركز باللعب اوكي انا يا شباب انا لما بحكي بلعب نفس الوقت ما بقدر بركز لازم اسكت عشان اعرف العب يصير لعب حلو مثل هيك انا ملقلق صح يا معلم يا انا ملقلق يا هو ايش في انا ملقلق ولا معلم والله ترى شايف البين يعني تمام والله ما اعرف يا جماعة شو عم بيصير هون اوكي اربع جولات معلم شايف صاحبنا هذا بما انه ملقلق شوي بس نعطيه الجيم يا جماعة تعالوا نعطيه الجيم خليه يقتلني مرة نعطيه الجيم معلم شهد عليكم قلبه الحنون والجميل وال فهمت علي شلون نعطيه الجيم يا جماعة اوكي نرمي حالنا عليه خليه ياخذ الجيم وما اعرف اذا موجود لحد الان الرنكت بالزاب الوحيد اوكي اضرب اوي شفت شو ملقلق يا جماعة اضرب ملقلق اخونا يا شباب اوكي خذ لك هاي اقتلني وريحني يا زلمة ريحني واقتلني ولو اقتلني وريحني معلم ايوه اعطي ايوه يلا السلام عليكم اوكي نعمل هيك نعمل مغادرة معلم نعطيه الجيم خلي معلم ينبسط اوكي طيبين ان شاء الله استمتعتوا مع هذا المقطع الخفيف اللطيف ان شاء الله قضيتوا وقت خفيف اللطيف معنا ان شاء الله استمتعتوا معنا يا صايبين طيبين ايه شو عم بيصير معي انا اوكي يومكم سعيد شكرا على خير حب ما حب بوسات لكم